بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخ يعني الذي يتكلم عن الإسلام في النهاية يضرب ويهاجم، حاولت أن أجرد سؤالا من خلال مداخلته، لكن هذا التجريد يعني يحتمل مخاطرة، لم أعرف ماذا يريد أن يقول. إذا كان يود أن يقول نحن الآن يعني في الجانب المظلوم والجانب المضطهد، أقول له من واجبنا المفروض علينا أن ندافع عن أنفسنا، لكن الدفاع عن أنفسنا لا يكون بالأعمال الإرهابية، باستهداف المدنيين، بقتل الأطفال، بقتل الآمنين، بقتل النساء. أنا سأكون صريحا معك ومعكم جميعا، وقد قلت هذا أيضا من قبل مرارا وتكرارا، يسوءني جدا جدا أن نعيش في هذه البلاد، على الأقل نتمتع بالأمان كما كان يقول الشيخ محمد الغزالي. أنت هنا في فيينا، في مدريد، في باريس، في لندن، تنام ملء عينيك، لكنك في أي عاصمة عربية مهدد بالاعتقال والاختطاف في كل لحظة. ثم يأتي بعد ذلك بعض من يتحمس الإسلام بجهل أيها الإخوة ليبارك عمليات إرهابية، فعلا لا أسميها أقل من إرهابية، عمليات مجنونة ضد النساء والأطفال والشيوخ والمسالمين في قطاع أنفاق مثل لندن، في مدريد، حتى في أبراج نيويورك. لا يمكن هذا، لا يمكن أن يرضى عنه الإسلام بحال من الأحوال. الإسلام علمنا أنه حين تنشب الحرب بيننا وبين من عادانا ونحن بسبيل الدفاع عن أنفسنا، اقرأ وصية محمد ووصية أبي بكر ووصية عمر، الجيوش المدافعة والذابة، اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا هؤلاء من كفر بالله أي واعتدى، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا، لا تخربوا عامرا، لا تعقروا بقرة أو شاة إلا لمأكلة، لا تحرقوا نخلا، إلى آخره إلى آخره. أبو بكر يزيد في وصيته ليزيد بن أبي سفيان يزيد قوله: وستمر بأقوام قد فرغوا أنفسهم لعبادة الله في الصوامع والديورات، يتحدث عن الرهبان، فخلهم وما فرغوا أنفسهم له، ممنوع. لكن أن تأتي قتل بالجملة لا تميز، مش ممكن. أنا أقول لك، قال لي بعض للأسف من يتكلم باسم القرآن، قال لي: يا شيخ، ولكن الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هم ظلمونا سنظلمهم، هم قتلونا سنقتلهم. قلت له: لو كنت تفهم القرآن لما قلت ما قلت. قال: كيف؟ قلت له: في مبدأ إنساني وفي مبدأ قرآني ومبدأ ملي وديني، أنا حين أعاقب وإن عاقبتم أعاقب البريء أم المجرم؟ قال لي: المجرم. قلت له: من المجرم؟ السيدة هذه في الأنفاق؟ الإنسان هذا المسكين في البرج أو في الشارع؟ أم هذا الجندي المسلح الذي غزاك في عقر دارك؟ هذا الجندي المسلح الذي غزاك في عقر دارك هو من يجب أن تتصدى له، لا أن تشترح بطولات وهمية، بطولات زائفة، بطولات فرزدقية. هذا العمل أنا أسميه عملا إرهابيا وجبانا، لأن كل جبان يستطيع أن يعمل هذا العمل يا أخي، أن يلغم نفسه ثم يفجر نفسه في الآمنين. لا يمكن أن نبيح هذا بأي حال من الأحوال، هذا إرهاب مدمور، إرهاب موصوم يبرأ منه الإسلام. هل تعلم أن من شرع رسول الله عليه السلام في ساحة المعركة، حتى في الساحة، لا يقتل إلا من أعد نفسه للقتال؟ النبي رأى في ساحة المعركة امرأة مقتولة فغضب حتى عرف هذا في وجهه، مر وجهه وأشار إليها مغضبا وقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فيما قتلت؟ فيما قتلت هذه المرة؟ ولذلك النبي نهى عن قتل هؤلاء، أنت تقتل مدنيين في الشوارع في الأنفاق بغير جريرة. هل تعلم أن مدريد بالذات ولندن هي التي سيرت مظاهرات مليونية ضد احتلال العراق؟ فشلت عواصم العرب أن تسير مثلها؟ لذلك أنا أقول لك: عليك أن تسلك الطريق التي لا تستسهل. الطريق السهلة هي طريق الغدر، طريق الإرهاب، طريق قتل الآمنين، كل جبان يستطيع أن يفعل ذلك. الطريق الصعبة أن نعود إلى بلادنا هناك ونناضل بالقلم، بالكتابة، بالخطابة، بأنفسنا. أن أخاطب نفسي أولا، أن تعود هناك وتحاول أن تغير الأوضاع لكي تكون هناك لك دولة ولك سلطة ولك سطوة يمكن أن تدافع عنك بشرف.
دفاع جندي أمام جندي، وليس دفاع إرهابي بإزاء مظاليم أبرياء ضحايا. هذا إذا كان إيه ما تحوم حوله، ولا أظنك إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأخ الفاضل الذي ذكر إيه دليلا على قتل المرتد من التوراة والإنجيل، أنا في الحقيقة مسلم ولا أستمد الدليل الشرعي من التوراة والإنجيل مع احترامي لهما، لأنني لست ملزما شرعا بأن أخذ أي شرعي تفاصيل شرعي الحنيف من التوراة والإنجيل مع احترامي لما فيهما من الحق. انتبه فإذا أردت أن تبحث عن دليل مقنع لقتل المرتد عليك أن تبحث فيه في مطاول الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة، لا تبحث عنه فيما سوى.